وسهلا فيكم من جديد. ايش يا شيف الحركات؟ هاي عشان نعطي نكهة غير شكل للبطاطا تفتو. وبعدين رح نجيب شوي من نفس الصوص اللي حطيناه، بعدين ننزله على راس الهرم بهالشكل. إن شاء الله يا عامر إنه تكون الأمور تمام اليوم. يا رب كل الرجال يكونوا مداومين، ما حدا يشوف هاي الفقرة ويقول لمرته يا سلام اعملي لي نفس ما بتعمل الشيف علا. بالضبط. يلا يلا خلينا ناخذ اتصال من الشمال. شاهد صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. فيكي اكثر. تحياتنا لك ولا كل اهلنا بالشمال. شو الاخبار؟ كيف الطقس عندكم؟ اي والله اسمع عجبنا اكلكم. طبعا الشيف علا دائما تعمل اطباق غير شكل. تفضلي، معك الشيف علا. الو صباح الورد. الو الو. معك. اهلا يا قمر. اهلا وسهلا وميت مرحبا. بدي شو اسمك تعملي طريقه البيتزا. بيتزا سوينا حلقه عن البيتزايات، سوينا انواع بيتزا حتى بالمطاعم مش موجوده. هيك اشي ركبناهم، فبتقدري تشوفيهم على يوم جديد يا قمر. اهلا وسهلا فيك بكل وقت. شكرا على اتصالك يا شهد. ايش يا شباب، يعني بتخترع لكم كمان طريقه جديده؟ شوف علا بطلب منك هذا الاسبوع طريقه جديده للبيتزا ما صارت بالعالم، شو رايك؟ ماشي نكمل الاختراعات اصلا. ماشي نعتبرها تحدي يا حسين. ماشي يا حسين وبحلقتك. يلا رح ناخذ هلا مقادير الموز المشوي. يلا تلبيه لطلب احدى المتصلات. لو تعرف قد ايه زاكي هذا كثير. بالضبط. موز مشوي بالقرفه، موز طازج، زبده مذابه او بخاخ، سكر بني، قرفه مطحونه، وللتقديم شوكولا او ايس كريم. صح الكلام. زاكي انا جربتها بمطعم صيني يا جماعه. بالضبط، هو تشاينيز الامور هاي. رح نجيب موز صومالي، بدنا الثمره، يعني ليش الموز الصومالي؟ لانه قشرته خميله للموزه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعها بهالشكل مع العنق تبعها كرمال تطلع معي ايش شكلها كتير حلو وهيك برزنتبل. انا بدي اعمل اشي متكتك فلازم يكون شغلها متكتك مثلها اكيد. نرجع من النص من قلبها من جوا واسحب كمان من عند العنق. صح الكلام. قديش بتوسع المقلاية عشان احنا نضل صحاب. طيب هون مقلايتي أنا صارت درجة حرارتها عالية، رح أروح أجيب قطعة زبدة أو بخاخ زبدة من الكسيح. يعني أنا بدي أشكرهم على الاختراع. أولاً أحسن إشي فيه وأكثر إشي بميزه عشان تكونوا عارفين، وبعد الصح ما فيه، لو أنا خضيت العلبة جبتها شاف فاضية. ريحي ارتحت من هذا الموضوع. والله بترشي ليش بتبين فاضية؟ هو هذا في قوانين الغذاء أكثر صحة لأنه ما في غاز جوا، يعني ما بيأثر على صحتي، فهو عبارة عن زيت أو زبدة، زيت زيتون أو زيت نباتي مضغوط، بس ما فيه شو؟ ما فيه غاز. هلأ اللي بدك بالسوق، ما بدك الكسيح يا ستي، بدك تشتري إشي تاني، امسك العلبة وخضيها. إذا سمعتي لها صوت جوا إنه في سائل بتحرك، اعرفي إنه هو مضغوط بالغاز، فابعدي عنها. تمام؟ فإحنا لو خضيناها رح تكون فاضية بس هي تقيلة، رح نزيحها عن الغاز. وبعدين رح أروح أجيب برضو من الكسيح سكر بني لأنه بيعطي كارملايز. بدك أبيض بصير بس بيعطي حلاوة كتير، مشان هيك إحنا حنستخدم البني. رح نجيب منه رشة خفيفة على الزبدة عشان يعمل لي قطعة كراميل على قطعة الموز. كتير كتير زاكي كتير، خصوصا بالشتوية بيعطي طاقة رهيبة. وكمان رح نجيب تكة من القرفة لأنها بتلبق. بدك ما بدك لا تحطي. يلا معنا اتصال. مين معنا؟ أميمة. صباح الخير يا أميمة. فقدنا الاتصال، جربي مرة ثانية. معانا. صباح الخير أميمة. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. من وين عم تحكينا؟ العاصمة. من؟ العاصمة. من العاصمة عمان. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي، معك الشيف علا. أهلا وسهلا. أهلا يا أميمة، كيف الحال؟ الحمد لله. قولي يا أميمة، مستعدة تجربي هاي الوصفة ولا لا؟ لا مستعد. طب يلا وبعتي لي الصوره على الخاص خليني اشوف شو طلع معك. ماشي حبيبتي، اهلا وسهلا. بس انا رح اضل هيك ابعدها، ارفع وانزل بالمقلايه كرمال ابعدها عن النار. دابت معي الزبده، رجعت سخنه. هلا هون كل الجزيئات من السكر البني رح تروح. شوفوا شو صارت كراميل.
تمام، بس بيعطي طعم كتير حلو. بدك سكر عادي بصير، بس بصراحة كتير بيحلي، يعني تكة صغيرة. بعدين رح نروح نجيب الموز، الله سلام، الريحة يا ناس، الريحة روائح وبس ريحة. طبعا هاي على الجريل بصراحة أزكى إشي، طلعي كل ما طولت عليها بصير هون في كرملة كرمل، وبعدين يعني إحنا وإنتوا بخير بتشيليها بتاكليها، حيكون سخن كتير مع آيس كريم فانيلا أو مع شوكليت. يلا لازم سخنة بصراحة كتير أطيب، هي بتتاكل سخنة عادة بياكلوها عشان تكسر من حدة الدهن، لأنه بياكلوها بعد اللحم صح. فإما أناناس وإما موز، الأناناس بيجيكي على السيخ والموز على صينية جريل مثل سخون السازلينج، وبحطها قدام الزبون، بس إشي كتير زاكي. بس صراحة مع الفانيلا أسكى من الشوكولات. الله على المناظر، خلينا نشوف رأي أم هيثم. صباح الخير. نعم صباح النور. أهلا وسهلا فيك، وين عم تحكينا؟ كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيكي، إحنا بخير الحمد لله ومبسوطين لسماع صوتك. شو رأيك بآخر طبق عم بتحضر الشفالة؟ سلم إيديك. موز ومشوي وآيس كريم، إحنا دخلنا على شتوية يعني بدنا نضل بأجواء صيف شتاء مع بعض. سلم إيديك. تفضلي معك الشفالة. أهلا وسهلا أميت، مرحبا. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بست الكل، يا هلا. أم هيثم بدي أعيد على بنتي سمية يوم عيد ميلادها. قولي يا أمر معك. سمية أبو عتيلي اليوم عيد ميلادها. إن شاء الله بيضلوا يا ربي يا أمر. أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. يا سلام. يلا يلا نروح هناك يا حسين. رح نروح نعمل شوية برزنتيشن زي ما بتقدم، رح نحطه لشوية ستروبري ريد كرنت اللي هو الكرز المستورد، تكسري لون لأنه حموضة زي ما قالت لنا، هو حامض وهذا حلو فبطلع زاكي. آيس كريم فانيلا نجيب لي سكوب من الفريزر بننزله على الموز وهو سخن فبتسرسح وبيبلش الموز والفانيلا وحاجات مش حتقدر تحسي بيها. يلا شف، في سؤال في سؤال كثير ضحكتني، واحدة بتقول لك انه علميني طريقة قلب المقلوبة، بدها تقلبها، بدها قوة قلب بس مش أكثر. يعني فأنا تخيلت الموقف، أنا ما عمري قلبت مقلوبة يعني. بس قوة قلب إشي بسيط. خلص قوي قلبك ستي، المسامح كريم إذا بده يصير إشي. معنا اتصال، مين معنا؟ ألو. هلو صباح الخير. ألو عايدة. صباح الخير. صباح الخير. شفتي يا عايدة كيف الشفالة بتدللكم دايما بالأطباق؟ يعطيك العافية. يعافي قلبك. كيفك حبيبتي شو أخبارك؟ إحنا مبسوطين بسماع صوتك. برجع بعيد السؤال، شفتي الشفالة قد إيه بتدللكم؟ قد أقول بتقلدكم. والله بتدللكم. الشفالة ما في منها. والله بالضبط. شرواتي يا أمر، أهلا وسهلا. ميت وردة. صباح الخير. قولي صباحك عسل. كيفك يا وردة؟ أنا منيحة يا أمر، إذا أنت منيحة أنا منيحة. أنا بخير، اتصلتك حبيبتي، الله يسعدك يا رب. حبيبتي الله يسعدك ويسعد صباحك. شو رأيك بالله بهالوصفة؟ الروائح عبت الغرفة عندي، يعني الريحة بتجي من الآخر. يعني؟ حبيبتي أهلا وسهلا فيك. يسلم دياتك يا رب. أهلا وسهلا نورتينا. رح نحط شوية شوكولات، أنا حاطة جنبه عسل، فيك تحطي مربى بس هي كمية الحلاوة خطيرة، فما إلك إلا شو؟ ما إلك إلا الآيس كريم صراحة، أنا بحبها مع آيس كريم كتير أطيب. ولا طب جبتي لنا عشان نجرب؟ هلا هاي كمان ممكن يحطوا حلاوة الكسر. لا ما جبتش آيس كريم. الله يسامحك يا شيف علا. الله يسامح الجميع. الله يسامح عامر، كان هو لازم يجيب. بالضبط دقيقاً. يعطيك العافية وسلم إيديكي، يعطيكم العافية شباب خلف الكواليس، يعطيهم العافية شبابنا في الميدان، شباب اللي حضروا لنا تقارير مميزة، وأكيد شكرا لكل الناس شاركوا معنا عبر لايف الفيسبوك أو حتى بالاتصال. ورسالة الختام لكم كالعادة إنه أحيانا وإحنا عم هيك ماشيين بطريقنا ربنا بيختبرنا بامتحان، وهذا الامتحان معناه تأكيد على بقاء الهمة عالية. إن شاء الله بشوفكم بحلقات قادمة. تحية من القلب، في أمان الله.
الله يعطيك ألف عافية أمر. من باب التذكير بشكل سريع، سوينا شوية موز مشوي، بدك تشوي مع زبدة حصرم، لازم مع زبدة تشوي، كتير أسكى. السكر بني بيعمل كرملة، يمكن استبداله بالأبيض، بس هيك تكة بسيطة ما بي بلا منه. إذا عندك كرمل جاهز برضو كمان بصير. حطنا شوية قرفة لأنها كتير بتلبق مع الفواكه المشوية، وبالأخص اللي هي الأناناس والموز. سوينا شوية صدور دجاج مسحبة مع اللي هي البيستو صوص والدراي توميتو، ممكن بطاطا مهروسة، ممكن تحطي معكرونة مسلوقة، ممكن رز أبيض، ممكن ولا إشي برضو كمان بصير. وأخيرا وليس أخيرا، سوينا صحن تحلية كتير حلو ولذيذ وسريع، أنا بسميه حل الأزمات لأنه تكة وبصير جاهز. ولهيك بشوفكم أنا بعد تكة صغيرة إن شاء الله غدا إذا عشنا والله أعطانا عمر. شوفكم على خير وصحة وسلامة، وغدا إن شاء الله رح نعمل فطيرة معجوقة، هي هيك لست سريعة، فطيرة معجوقة مع الزعتر الأخضر والجبنة البيضة، ورح نحكي عن سر صغير كيف الجبنة نسحب منها المي بشكل ذكي بدون ما تنزل ميتها على حرارة الفرن وتخلي العجينة اللي تحتها تشتش. وكمان رح نسوي شغلتين ذكيين، منهم عصير بارد ومنهم صحن حلا. شوفكم على خير إن شاء الله بكرة، ديروا بالكم حالكم، باي باي.